طبعا مناسب اكيد، خاصه ان احنا نطبق رؤيه المملكه 2030 في تجويد الحياه. زي ما انت عارف نقصد في تجويد الحياه ان نجعل الشخص خاصه الفرد اللي موجود داخل المنظمات وداخل المؤسسات يكون افضل حال للانتاجيه. طبعا احنا تجويد الحياه مو بس اعيشك برفاهيه، لا، انا اعطيك الادوات اللي تساعدك على رفع الانتاجيه. فهذا النظام اللي هو ال4 ايام اللي هو يقابل 32 ساعة بدل ال40 ساعة، طبعا 5 أيام هي 40 ساعة، 4 أيام 32 ساعة. طبعا في دراسات كثيرة صارت إنها فعلا إنها مناسبة جدا، وتم تطبيقها في أكثر من دولة خارجية طبعا أوروبية وعربية، وجابت نتائج مرة كويسة. بس هل هي جميع القطاعات؟ لا طبعا مش جميع القطاعات. السويد يقول لك إن 71% صارت نسبة إرهاق أقل، نسبة التوتر انخفضت بنسبة 39%، 65% انخفضت نسبة الأمراض اللي تأتي من خلال الأعمال المرهقة ولا المجهدة ولا فيها توتر ولا فيها شغل كثير ولا ساعات عمل طويلة. 57% ارتفعت نسبة عدم تسريب الأفراد من الأعمال اللي فيها أعباء. طبعا أنت عارف أكثر شيء يفكر فيه الموظف، أنا تعبت وخلاص أنا بروح أدور على عمل مريح. فهذه نتائج مرة مبهرة يعني، كويسة وممتازة.